أهلا بكم في برنامجكم في الميدان من مقر فرقة القوات الخاصة، حيث نتناول حديثنا عن العجلة المدرعة تيكات والتي سميت بقط الرمال. عجلة التيكات هي عجلة أمن داخلي وعمليات خاصة تستخدم للانتشار السريع والنقل، وبمقدورها حمل 9 مقاتلين بكامل تجهيزاتهم اللوجستية، فضلاً عن حمولة طنين، وبالإمكان تسليح البرج برشاش 50 كيل من عيار 12.7 ملم أو قاذف قنابل من نوع MK من عيار 40 ملم. لها القدرة على حمل 9 أفراد من المقاتلين بكامل تجهيزاتهم وأسلحتهم الشخصية. تتميز بسرعة أدائها وقدرتها العالية في المناورة حتى في الأراضي الصحراوية والمناطق الوعرة، بالإضافة إلى حمولة لوجستية تصل إلى 2 طن، وتستوعب 9 أفراد بكامل أسلحتهم وكامل تجهيزاتهم، وتستطيع حمل ما يقارب 2 طن. يبلغ وزن هذه العجلة 8 أطنان، وبقدرة حمولة تصل إلى 2 طن، وتبلغ سرعتها القصوى 135 كيلومترا في الساعة. يكون تدريع هذه العجلة الفريد من نوعه قادر على تحمل الرصاص من عيار 9 ملم حتى عيار 12.7 ملم، بنوافذ ضد الرصاص ودرعه الحصين الذي يقاوم العبوات الصغيرة. هذه العجلة التشيكية الصنع قادرة على مقاومة الرصاص من 9 ملم حتى 12.7 ملم، فضلاً عن النوافذ المقاومة للرصاص. أما بالنسبة للحركة الديناميكية فتتمتع بقدرة عالية على المناورة، تبلغ سرعتها القصوى 135 كيلومترا في الساعة. تستخدم عجلة التيكات حصراً من فرقة القوات الخاصة، ودخلت الخدمة حديثاً في العام 2023 في صفوف الجيش العراقي. وفي الختام لا تنسوا متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أنا كنت معكم الملازم رأفت مهدي لإعلام وزارة الدفاع.